احنا بنستورد وده مشكله. لا اولا الكلام ده مش مظبوط، احنا بنستورد كميات ضئيله جدا. انا استهلاكي الشهر 180 الف طن، استهلاك الشهر 180 ربما انخفض علشان القوه الشرائيه للمواطن المصري، بقى عندي 120 الف طن. انا استوردت قد ايه؟ ايه اللي بستورده في السنه؟ بستورد تقريبا 50 الف طن في السنه، خلي بالك. يعني ما يجيش مثلا 15 يوم، فده كلام عاري من الصحه ان احنا بنستورد. احنا بنستورد ضئيل جدا للغايه، ولا يتم الاستيراد الا في وقت العوز، العجز احنا عاوزين فبنستورد، ودي تبقى حاجات الدوله. موضوع ان احنا اللجنه موجوده، اللجنه السبعيه ما زالت موجوده، ولا يتم الاستيراد الا للجهات المعنيه. اذا كنا عاوزين وعندنا عجز، احنا ما عندناش، هنستورد ليه؟ فاللجنه موجوده، لجنه سبعيه، وبتاخد موافقات بالقرار. اذا كنا احنا عاوزين، ما فيش، فاحنا ما فيش عندنا كده. اولا ما فيش استيراد، نمره 2 اللجنه موجوده، نمره 3 احنا بنتكلم على المنتج الصغير. المنتج ده ايه مشكله المنتج؟ المنتج ما انت بتتكلم على الكتكوت يا بيه، انت بتتكلم على السعر، بتتكلم على الكتكوت اللي وصل 37 جنيه، طب الكتكوت تكلفته 15 جنيه، ادي عندك 22 جنيه، اقسميهم. يبقى ده الراجل لو دخلوا على التكلفه خلاص الراجل مش خسران. انا جاي اتحاسب على سعر منتج وما شفتش المدخلات. اتكلمت على العلف، ماشي كلام جميل، العلف النهارده كويس وتمام، لكن ما اتكلمش ليه على الكتكوت؟ ما اتكلمش ليه؟ لان كبار المنتجين هم المسيطرين على الكتكوت، هم اللي مسيطرين وهم مثبتين السعر بشكل غير طبيعي. هو الحقيقه دكتور، الحقيقه بس ان دكتور ثروت الزيني هو وضح، ده كان باقي الخبر، هو وضح ان سبب المشكله دي هو يعني الاستيراد، ان احنا هو طالب ان احنا نوقف استيراد الدواجن علشان الناس بتاعه المزارع. انا ما جبتش سيره الدكتور ثروت، انا بتكلم بصفه عامه. هو ده بس يعني التصريح اللي اتقال خلال الدكتور ثروت الزيني النهارده. انا بتكلم على جزئيه مهمه جدا، ان احنا الاستيراد، انا في لجنه في مجلس الوزراء، لجنه متابعه للسلع الغذائيه، واللجنه دي تقارير رسميه متواجده حسب البيانات الرئيسيه المتواجده، صادرات واردات والهيئه العامه للخامات البطاريه. احنا ما عندناش الكلام ان احنا بنصرف فلوس وكلام، لا الكلام ده مش موجود ولا صحيح، عادي تماما من الصحه، وانا بتكلم كلام وانا في لجنه في مجلس الوزراء. دي نمره واحد. احنا ما بنتكلمش على الكتكوت ليه؟ اتكلمنا على العلف. العلف كويس النهارده، اكيد اكيد كويس قوي وشيء ممتاز، لكن ليه ما تتكلمش على الكتكوت اللي وصل 37 جنيه؟ ومين اللي بيبيع ب 37 جنيه؟ واكبر المنتجين اللي بيبيعوا ب 37 جنيه. هو ده مش ضمن التكلفه الفعليه للمنتج؟ لما حضرتك تحسبي 37 الكتكوت وبتقولي سعر الفراخ 65، يعني اكتر من 50% سعر الكتكوت، واحنا جميعا نعلم ان التكلفه 70% علف. طب 70% و50% كتكوت، ادي 120، امال الراجل هيعمل ايه؟ فالمنتج الصغير فعلا مطحون، المنتج الصغير مظلوم، المنتج الصغير بيخرجوه من المنظومه عشان يبقى مجموعه مسيطره على الصناعه. لما احنا اتكلمنا وقلنا يا جماعه انتوا بتموتوا الناس دي، وده الراجل ده بياخد منك، كله بيشغلك، بدأوا يعملوا ايه؟ لما كسبوا مبالغ طائله من الكتاكيت بدأوا يعملوا محطات تفريز، فمش هم عنده الصغير ده، ده كلام غير منطقي للمرض. انا حينما اعرض مشكله اعرضها بكل زواياها. الزاويتين الاولين لا ما لهمش لازمه خالص ولا داخلين في المنظومه. موضوع العلف تمام، العلف انخفض فعلا منذ عام، يعني من خلال السنه دي انخفض تقريبا، كان 29 وصل 20، ده شيء ممتاز. لكن الكتكوت فين؟ فين الكتكوت؟ لان ضمن المدخلات الرئيسيه الكتكوت من 32 ل 37، لو هو ب 15 زي ما قلت لحضرتك خلاص، شيل او ضيف ال 10% اللي انا واخدها هتبقى ب 35، الراجل هيك شيلها من التكلفه يبقى الراجل كذاب. يعني حضرتك شايف يا فندم ان هو ده السبب ان احنا كل شويه بنسمع عن مشكله في قطاع الدواجن، هو ده السبب الاساسي ليها؟ مشكله كبيره جدا. ان انا الكتكوت فين؟ ده مهم جدا بالنسبه لي. هو في ممكن صناعه بدون كتكوت؟ هل تنفع صناعه علف وادويه وعامل ومفيش كتكوت؟ طب انا هربي ايه؟ فالكتكوت اساس من ضمن الاساسيات اللي فيه مبالغه كبيره جدا نظرا للسيطره الكبيره لكبار المنتجين، بيستهلكوا 80% في انتاج الكتكوت وما زودوش الطاقه الانتاجيه عشان ده السعر عالي. ما هو مش عارف يجيب، انا بربي 100,000 بربي 50,000 خلاص تمام يا دكتور، وال 50,000 بيجوا لي اكتر من ذلك. ده اللي احنا عايزين نقوله، مشكلتنا ما زالت متواجده، الصغير مطحون، عايزين كلنا نقف جنبه، وعايزين يبقى في منظومه متكامله نقدر من خلالها نعمل السعر العادل ايضا. يبقى عايز بورصه، عايز فعلا امن. هو ده سؤالي لحضرتك الاخير، يعني من وجهه نظرك ايه السعر العادل لكيلو الفراخ دلوقتي، وهل في امل ان يعني الاسعار تنزل شويه الفتره اللي جايه؟
لا تنزل اذا كان هي النهارده ب 65 ولا ب 66 تنزل ايه تاني؟ احنا بنقول ان احنا يعني لو حتى يا دوبك تكلفه نقطه تعادل يبقى الراجل هيشتغل ليه؟ مش هيكسب، مش هيشتغل. الراجل عايز يكسب عشان يعيش زي انسان بيعيش في مصر. هي دي المشكله. لكن انا بقول انا عايز سعر عادل، سعر عادل اعمل بورصه. ظبط البورصه وشغل البورصه، طبق قانون منع تداول الدواجن الحيه، الكلام ده كله يعمل انضباط للسوق بالاضافه الى المراقبه الصارمه لسعر التسويق، ده يعمل شغل كويس قوي.